أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة جدا النهاردة وخاصة بنهديها للشعب الشقيق السعودية، كل الوطن العربي وكل أنحاء الكرة الأرضية فرحة وتهنئة للشعب السعودي بفوز المنتخب، وإن شاء الله هنصعد للنهائيات وندعو لكل الفرق العربية تفوز بإذن الله تعالى وتبقى الفرحة فرحة وطنية واحدة. فهنعبر عن فرحتنا بما أننا برنامج طهي، هنعمل الأكل النهاردة أكل سعودي. إيه المشكلة؟ نعمل أكل لطيف بخبرة سعودية لطيفة وجميلة. هنعمل الكبيس النهاردة والكبسة يسموها بالسمك الهامور، ودي الاسم العلمي والتنفيذ بتاعها، سمك الهامور، شريحة من سمكة الهامور. هنعملها كبسة النهاردة بالتوابل العربية اللي بتتكلم سعودي والرز البسمتي والخبرة الطهوية. معانا عدل الكبسة، سلطة الدجوس اللي هي الطماطم مع الفلفل الحار برضو لها تفاصيلها، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، تاخد توم ما تاخدش توم، تاخد كزبرة خضراء، هنشوف الكلام مع بعض. كمان في حلو مشهور جدا في المطبخ السعودي اسمه الحنين، اللي هو بيتعمل من التمر والموز بالدقيق الاسمر الموجود، هنشوف نعمله ازاي بتفاصيله. الحلو ده بجد كله طاقة وكله قيمة غذائية عالية جدا، لان بيحتوي على التمر والعسل لو احنا حابين، وله تفاصيل كتيرة الحنين. بما ان انا كنت عايش في السعودية فترة طويلة من عمري، فانا عندي هنا الخبرة الطهوية وخاصة للأكل السعودي زي القرصان، السليج، المرجوج، شوربة الجريش، الحنين، كل ده. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لمطبخنا السعودي النهاردة. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل المطبخ السعودي وعشقا للمطبخ السعودي والشعب السعودي. واللي بيحب شعب وبيحب ناس طيبين بيحب ياكل من اكلهم، ده الطبيعي. النهارده هنعمل الكبسه او الكبيس بالسمك الهامور، تفاصيله مع بعض على الشاشه. سمك فيليه هامور او ممكن قشر بياض او ممكن اي نوع من انواع الفيليه، بس انا حابب اعمله هامور عشان تبقى الأكلة أكلة سعودي. معانا رز بسمتي، معانا التوابل العربية اللي بتتكلم سعودي اللي هو اللومي، هنقول طبعا المسميات بتاعته في الخليج وهنا، اللي هو الليمون الجاف، القرفة اللي هي الدارسين، القرنفل اللي هو المسمار، والحبهان اللي هو الهيل، والورق اللورا، وبهار الحب اللي هو الفلفل الأسود المجروش. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي بكل التفاصيل. ممكن على فكرة تعمليها بالسمك الكنعد، ممكن تعمليها اللي هو الدراك بيسموه برضو، حسب ما انت حابه، ولكن انا حابب النهارده اعمله بالسمك الهامور. معانا معلقتين من الزيت، من اشهر الاكلات في المطبخ السعودي طبعا القرصان، السليج، المرجوج، اهو شوربه الجريش، معلقه سمنه حلوه، حلو الكلام. بنحط بصلايه ناعمه تتحمر، دي الكشنة بتاعت الكبسة أو الخلطة بتاعت الكبسة، بصلية تتحمر كده، وهي بتتحمر في نوعين من التوابل، بهارات ناعمة وبهارات خشنة. بصلية كده زي الفل، مش هنزل بالتومة خالص دلوقتي. عندنا البهارات الجميلة الحلوة دي كده، الدارسين اللي هي القرفة، القرنفل اللي هو المسمار، الحبهان اللي هو معايا ده كده، الورق اللورو زي الفل، حبيتين اللوم الحلوين. بناخد واحدة من دول بنكسرها كده بالسكينة، بنحطها هنا كده، بتدي المزازة والطعم لغاية كده زي الفل يا عم الشيف. اهو شفت بقى الطعم هنا في البصلية كده، بتتكلم سعودي. خدت التوابل العربية، هم خمسة، عدوهم على صوابع ايدك الخمسة، اللوم، الليمون الجاف، اي كبسه لازم تاخد البهارات دي، القرنفل، القرفه، حابه تحط جنزبيل اهلا وسهلا. نحط التوم بتاعنا، حلو، مكعب زبده يساعد على الاحمرار جيدا بالشكل ده كده. نعمل التتبيله بتاعه السمك الهامور بتاعنا واحنا واقفين كده مع بعض، كسرولة ازاز، نشيل خلطة الدجوز دي على جنب. الدجوز دي سلطة معروفة في المطبخ السعودي أو الخليجي أو الكويتي، عموما كل المطبخ الإماراتي، اللي هي بتبقى عدل الكبسة أو عدل البرياني أو عدل المندي.
معانا مشكلة يا مغازي مع السمك لما بنعمله كبسة ونعمله مع الرز بيتهري، شخصيته بتنتهي هنا. فتعالوا شوف الشيف المغازي هيعمل ايه. دول ده نشا، بنحط على النشا شوية دقيق صغيرين بالشكل ده كده، وهنتبل النشا مع الدقيق. هنا الخبرة الطهوية بقى، سمع هوس. بهاراتنا كركم، بابريكا، كمون، توابل السمك العادية، على الدقيق وعلى النشا، ملح وفلفل. التوابل دي غير التوابل الخشنة اللي أنا حطيتها بتتحمر في قلب الزيت والسمنة. حلو قوي، تمام. كزبرة ناشفة، لا ما يتحط الزعتر خالص يا غالي، انت ايدك واخدة على الزعتر انا عارف. كل دول مع بعض بنقلبهم كويس. حلوة بالشكل ده كده، ونخليهم على جنب. دقيق مع نشا مع توابل لطيفة وجميلة، اهو حلوة. بعمل ايه يا عم الشيف؟ بجيب كسرولة او بولة ازاز زي دي كده، بحط فيها ماء مسلج او مية ساعة عموما. عايز اعمل بقى تركاية بقى لما نعمل اكلة بمزاج وبحب وبنسبة جميلة، العالم كله امبارح كان فرحان والشعوب العربية كلها، فلازم نعملها بمزاج. هحط في المية دي يا عم الشيف شوية بهارات وشوية دقيق صغيرين كده من اللي انا حاطط عليه توابل، واضربهم بالمضرب. وعندي زيت شديد الحرارة، شوف الحلة اللي على النار دي كده فيها ايه دلوقتي، فيها الابداع، بصلاية مع تومة مع بهارات عربية. هاخد الخلطة اللطيفة دي كده واسقط فيها السمك الهامور بالشكل ده كده واحطها هنا. بص عليا، تاني كمان واحدة، اللهم صل على النبي. يلا مع بعض، يلا مع بعض نشوف الخبرة الطهوية والإبداع. ده سمك فيليه هامور. كمان التالتة، في قلب الكاسرولة، دول سمكتين كبار سحبناهم خليناهم، ونخليه هسة كده في قلب الخلطة. حلو الكلام، ونشوف ايه اخبار البصلاية مع التومة مع البهارات العربية. ركزي معايا عشان الموضوع هنا مهم جدا. عايزاها كبسة بالطماطم حط طماطم، عايزاها كبسة بلون البصلة والتومة انت حرة، ولكن انا شخصيا بحبها من غير طماطم. حلو قوي يا عم الشيف. بنعمل ايه بقى كده؟ بنحط شقشاء ميه صغير، اللهم صل على النبي. يا ويلي يا ويلي، تتكلم عربي. وناخد بعضينا وناخد السمك كده في الخلطه دي، ونروح عند الزيت يا عم الشيف. يلا على الزيت، يلا على الزيت، صل على الحبيب قلبك يطيب، العب يا سمك. نخش على اللي بعده. زي ما هي كده هسه، ما ننزلش بالتانية خالص دلوقتي. تاخد البصمة بتاعت الزيت، يلا يلا يلا، العب يا سمك. وهكذا. هتعمل الأربعة يا شيف؟ انا هعمل اكبر سرفيز من الكبسة النهاردة. خلي دي على جنب، ناخد دي من هنا كمان عشان نوسع لنفسينا. حلو، ونشيل ده كله من هنا، اللهم صل على النبي. واحدة واحدة مع بعض عشان بنعمل كبسة النهاردة سماهوس. ونشيل الحاجات دي كلها من هنا. ونروق مطبخنا كده أول بأول. وندي فرصة للسمك اللي في الزيت يتحمر ويبقى كريسبي لطيف، مع الكبسة له شخصيته، مع الرز والخلطة والكشنة له شخصيته، واحنا مع بعض مطبخك رايق وزي الفل. الكشنة جاهزة اهي، بص عليها كده مخرجنا الجميل. بصل، توم، تبلناهم، حطينا عليهم البهارات العربية، لومي، ليمون جاف، هيل اللي هو الحبهان، المسمار اللي هو القرنفل، كل ده مع بعضه. واديها شقشاء مية تاني صغير كده، واخد طعم البصلاية كأني بعمل صيادية. هو الطعم هنا.
زي الفل. ونبص على السمك اخباره ايه، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. اهو 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 لسه ما خلصتش. يلا نشيل دول مع بعض. اللهم صل على النبي. اهو ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. زي ما هي كده اهو، تساعدني الطاسه دي ونحطها هنا. الله، اللي بعده اهو، ايه الحلاوه دي اهي. واللي بعده اتعلموها بقى اهي. حلو، ناخد اللي معانا في الطاسه هنا، شايفين كده مطبخي كرايه الحديد. يعني احنا ممكن نركز مع السبانخ شويه. السبانخ يعتبر نوع من انواع الخضار غني جدا بالحديد، بس عشان نستفيد بالحديد اللي موجود فيه نعصر الليمون على السبانخ بعد ما تبرد يا ست الكل، للحفاظ على نسبه السبانخ اللي موجوده فيه. شايفين السمك الامور. طب فين الرز يا عم الشيف؟ اصبر على رزقك، انت مستعجل ليه؟ احنا ورانا حاجه. الرز بتاعنا البسمتي زي ما هو كده، في شويه ميه على النار كانك بتسليه مكرونه. بنحضره كده ونحله. وهاخد بعضينا ونطلع فاصل صغير على الرز بتاعي ما يحل كده ويبقى تقريبا نص سوا مع ميه وبس وشويه ملح صغيرين. ما تحطش توابل، توابل هنا، خبره الطهويه هنا، طعم السعودي هنا، السمك بشخصيته هنا. وهناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع لتفاصيل أكلة عربية أصيلة بمناسبة فوز المنتخب السعودي وبطريقتنا إحنا على شاشة القناة الأولى والفضاء المصرية. بنقدم التهنئة بأكلة حلوة من المطبخ السعودي. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل والتفاصيل مع بعض. للأمانة ما عملتش أي حاجة غير إن روقت الكاونتر بتاعي وشلت الحاجات اللي ملهاش لازمة وخليت اللي له لازمة. السمك في قلب الطاسة مع الكشنة بنحضره، واللي اتقلى موجود معانا، ومعانا الرز البسمتي غلو على النار بالشكل ده كده، والحلة اللي احنا هنعمل فيها ونطبق فيها الكبسة بالسمك. طب هل يا شيف مغازي لو هنعمل كبسة بالفراخ بنفس المدرسة؟ طبعا لا. هنعمل كبسة باللحمة الضاني بنفس المدرسة؟ طبعا لا. هنعمل كبسة بأي نوع من أنواع الخضار مع اللحوم أو الفراخ بنفس المدرسة؟ هذا شغل، ده شقاوة مطبخ بيسموها بقى. شفت أنا بعمل شوية الرز دول اللي أنا حطيتهم في الأول دول خالص، دول بقى علامة الإيه؟ رز البسمتي. الليمون كده، ننزل كمان بشوية الرز بتاعنا. الله يا ويلي يا عم الشيف، يا ويلي يا عم الشيف، كله استيوا مع بعض. يا ويلي يا عم الشيف، العب يا سمك. شفت شقوة المطبخ ازاي؟ العب اهو ده. حاضر عينيا. المخرج بيقول لي حطيت الرز في قلب الطاسة، ما هو الخير كله والخبرة الطهوية كلها في قلب الطاسة اللي أنا بدأت بيها الكبسة. وأسيبهم على النار كده ياخدوا الفليفر والطعم. دول على فين؟ خليهم كده. عايز أنا الجو ده كده. تحميرت التوابل، اللومي، القرفة، الدارسين، القرنفل، المسمار يعني بيسموه. ناخد بقية السمك يا عم الشيف. شفت الرصة دي؟ عايزك تدلعني، استاهل ولا مستاهلش؟ شوية البهريز الحلوين دول عايزهم انا، اوعي تسيبيهم دول يا حاج الله يرضى عليك، الا دول. ينزلوا على وش الرز كده. حلو قوي، اللهم صل على النبي. نوسع الدنيا كده، نجيب الحلة الحلوة دي كده وناخد بقية الرز ده كده. هتعملها زي كده؟
وانا واقف كده ويتأثر النار عليها خالص، هسة وهستين وثلاث هسات تاخد راحتها خالص. خلي بالك اهو شوية رز بطعم السمك. جه طعم السمك منين؟ بالخبرة الطهوية. وانا شغال كده العب. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. الحلو جاي، شوية مية نقلبهم كده وناخدهم كده. اللهم صل على النبي. خلصت الكبسة يا عم الشيف، العب. ونغطيها. بجد خلصت؟ وأثر النار عليها وروق على البوتاجاز يا عم الشيف عشان الصورة الحلوة. الله الله الله، شهادة شهادة يا أخي، كبسة سعودي زي ما قال الكتاب السعودي بالسمك الأمور كل تفاصيلها. حلو أنت اللي دخلت المطبخ هتعملها أحسن مني، بس خشي أنت عايزة تعملي حاجة حلوة. هنغرف الكبسة الأول عشان نتفرج عليها كده، عشان نعمل سلطة الدجوز بتاعتنا. نجيب السرفيز الحلو ده اللي يستاهل الكبسة. اللهم صل على النبي. نجيب مغرفة حلوة، مهم جدا يا عم الشيف الأكلة دي لازم ناخد الاحتياطات كلها. واحنا بنغرفها نحط دي هنا كده. خرجنا جميلة، أنا عارف إنك بتحب الصورة الحلوة. هو ده. تعالوا مع بعض. اللهم صل على النبي. تيجي الكشنه كده من تحت لفوق مع السمك. شايف السمك له شخصيته ازاي في قلب الرز؟ شايفه بياض السمك ما بين الرز؟ شايفه لون الكهرمانه ده مع السمك الفيليه؟ مثلا يعني انا حطيت السمك زي ما هو هتلاقيه اتهرى في قلب الرز، ملوش تفاصيل خالص. شايف السمك كله في صوص ازاي؟ هو ده. لو بتعمليها بالسمك الكنعت اللي هو الدراك بيسموه في الخليج، طبعا مش محتاج الايه انك تشتغلي معاه زي ما اشتغلت مع الفيليه، ده بيتحمل شويه. القرفه، اللومي، القرن، الفلفل الحار لو انتوا حابين. انا هعمل الدجوز دلوقتي حار، هستعين بالفلفل الحار مع الطماطم مع زيت الزيتون مع عصير الليمون مع الكزبرة الخضراء في قلب الكبة. والسلطة دي عدل الكبسة دي، والكبسة دي عدلها الدجوز. ألف أنا وشيفة اللي ياكل منها. حلو الكلام. نعمل الدجوز بالمرة علشان نبقوا فاضيين للإيه؟ للحنين كده، لأن الحنين ده فيه شوية شغل. وإحنا مع بعض نسيبه للآخر. العجينة بتستوي في الفرن والتمر بتاعنا على النار بيسيح مع الزبدة مع القرفة. نحط حبهان أهلا وسهلا اختياري. نجيب المفرمة بتاعتنا وناخد الطماطم الحلوة الجميلة مع الفلفل الحار. اللهم صل على النبي. أهو ده الجردش، هي مش محتاجة يعني الكبسة مش محتاجة. بعض بيقدم معاها ليمون، بيقدم معاها فلفل حار زي ما احنا عايزين. اهو عينيا مش حرمك من حاجه. اختياري، خلي الطبق كده بيتكلم. تصدق فرق الموضوع؟ شفت السمك؟ شفت الحلاوه؟ شفت الجمال؟ الله اكبر. دايما حبات اللومي او الليمون الجاف عنوان طبق الكبسه، بتلاقيه في اي اكله يبقى على طول كبسه. ناخد الاصفر ده كده مع شوربه الجريش، نفس الموضوع. في اكله مشهوره جدا في المطبخ السعودي او المطبخ العربي الخليجي
خاصة في دولة الإمارات الشقيق اسمها إيه؟ الهريس. إيه هو الهريس يا مغازي؟ والله الهريس ده اللي يعرفه أكلة قيمتها الغذائية عالية موسوعة، وتعرفوا الشيف الشاطر أو من ست البيت الشاطرة اللي تعمل الهريس صح. الهريس عبارة عن قمح مطحون خشن مجروش بيستوي مع مرج اللحم. بعد ما بيستوي بناخد اللحم نصفيه وينطحن مع القمح ويبقى عامل زي الهريسة كده أو زي العصيدة، بيبقى لطيف جميل جدا، وتنزل عليه السمنة البلدي. ممكن ناكله على فكرة مع السلطة دي، عشان كده سموه الهريس مهروس باللحم. القمح مهروس بالقمح. غير القرصان، قرصان الرواق بتاعنا معمول بدقيق أسمر بدل الدقيق الأبيض، بيستوي في قلب اللحم. الضاني مع الخضار مع الكوسة مع البتنجان، كفاية على الكبة. ناخد الفلفل ده كده اهو، أنا عايزها شوية سبايسي، معلقة كزبرة خضراء، التوم اختياري، حطيت التوم حط نعناع مفيش مشكلة. كل ده في قلب الكبة يا عم الشيف. كل ده مش هناكل الكبسة دي غير بالسلطة دي. زيت، زيتون، حتى زيت ذرة زي ما انت عايزة، عصير ليمون. الله اهو، كل ده يا عم الشيف في قلب الكب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تكسفينيش، الله يرضى عليك. ما تضيعيش تعبي، الله يرضى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا الكلام، شيل ده من هنا. الله، نظبط الملح والفلفل بتاعنا ونقدمها في الطبق الجميل ده كده. دي عدل الكبسة اهي زي ما هي كده اهي، من الخلاط للطبق. الف هنا وشفا زي ما هي كده. عايزة تزودي ليمون؟ اهلا وسهلا. عايزة تزودي شوية زيت زيتون؟ اهلا وسهلا، اختياري. عايزه تحط معلقه خل؟ اهلا وسهلا. نظبط الملح بتاعنا، شويه الفلفل. عايزها سبايسي حط شطه، بس اكتفي بالشطه اللي انا ايه حطيتها. السلطه دي مش هناكل الكبسه دي الا بيها. الف هنا وشفا للي ياكل منها بالمعلقه كده وبالف هنا وشفا. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ ده الدجوس اهو بتاع كبيس السمك او كبيس اللحم او كبيس الدجاج. نروق الطبق عشان مخرجنا الجميل ونطلع الحنين من الفرن. شفتوا خطوات العمل تمت ازاي؟ خلصت الكبسه، طبقتها، غرفتها، وعندي رؤية فن إبداع. بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.